في مسيرة حياتك ستواجه الكثير من المصاعب والعراقيل، كن مؤمنا بنفسك وبقدرتك على تخطيها حتى لو كنت لوحدك. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة. اليوم حلقتي راح تكون مع ضيوف مختلفين مثل ما عودناكم. اليوم ضيفي الأول هو العميد الدكتور زياد القيسي، مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العام. حياك الله ورمضان كريم عليك. علينا وعليكم، وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة. أهلا وسهلا. أيضا ضيفي الآخر هو العميد نبراس محمد، مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية. حياك الله ورمضان كريم. حياكم الله وأهلا وسهلا، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا للضيف الكريم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. ربي يحفظك. إحنا دائما ببداية البرنامج لازم نتكلم عن المكان اللي إحنا بيه، فكل ضيف اللي يجينا يتكلم عن ذكرياته في هذا المكان. خليني أبدي وياك دكتور. بداية تريد الدكتور العميد؟ يا هلا، تفضل. ماكو فرق، العميد الدكتور. دكتور، شنو هذا المكان، شنو يمثل لك؟ والله حقيقة شكرا جزيلا لقناة الأيام لهذه الاستضافة وهذا اللوكيشن اللي ينم على أصالة القناة والعاملين بها والفكرة اللي مأخوذة للبرنامج، وهو التراث العراقي اللي نفتخر به ونفتخر بحاضرنا حقيقة، اللي كان العراق به هو مؤسس لوسائط النقد. أول سكة حديد في الدول العربية كانت في العراق، أول طيارة نزلت في العراق، أول مديرية مرور وسيارات وكذا كله بالعراق. فنشكركم مرة أخرى على اختيار هذا اللوكيشن. تاريخك بهذا المكان؟ والله حقيقة ماكو عراقي ما صعد بهذا القطار. أكو قطارين، اكو قطار العمر واكو قطار العمر واكو قطار العمر نحكي به بعدين، بس قطار السكة الحديد طبعا اكيد. المسيرة العسكرية لضباط الجيش العراقي والشرطة العراقية حافلة بالتنقل بين بغداد والمحافظات. فعلا اكيد سافرنا الى محافظة البصرة بواسطة القطار والى محافظة نينوى بواسطة القطار، فعندنا ذكريات من كنا طلاب في الكلية العسكرية وبالأخص في الفرضية أو الواجب في الكلية العسكرية، كانت فرضية التدريب في الموصل. نعم. فكان التنقل بالقطار عبر كذلك زيارة معالم البصرة الفيحاء. كان واحد يأخذ فترة في السفر بواسطة القطار. أكيد السكة الحديد اليوم تعالج نفسها بنفسها، اليوم ارتقت إلى مستوى جدا عالي باختيار قطورات جديدة تعمل على مجال التنقل بين بغداد والمحافظات. لكن حقيقة نتمنى من هذه الدائرة التاريخية التراثية في محافظة بغداد أنه توصل إلى الدول المتقدمة بالنقل وتخفف من الزخم الحاصل على الشوارع العراقية. فعلا. لأن مثل ما تعرفون الخط الدولي أو الخط السريع عند الانتقال بواسطة المركبات الصغيرة أو يسوي زخم الكبير، مو فقط زخم، قسم من سائقين المركبات ومع الأسف يقود المركبة بسرعة شديدة وبتهور ورعونة وعدم الاكتراث للقوانين المرورية، وبالتالي تكثر الحوادث. تكثر الحوادث. بالنسبة للسكة الحديد أكيد تكون أأمن. سيادة العميد، ذكرياتك في هذا المكان. إحنا نعرف أنه مثل ما قال الدكتور أكو قطارين، قطار العمر والقطار الحقيقي. غالبا ما من يجون الضيوف أكو قسم يقولون إحنا جايين هنا بس من زمن بعيد فرجعتينا الذكريات بهذا البرنامج، وأكو قسم يقولون إحنا أصلا ما فايت يعني فايتين منا بس ما داخلين للمحطة. فاليوم أنت من يا جانب؟
لا بالحقيقة مثل ما وضح ضيفك الكريم أنه اختيار المكان اختيار جدا مهم، يعطيك انطباعين، انطباع فيزيائي مثل ما يقول اللي وضح به أنه العراقة والأصالة لبلدنا العزيز وللعاصمة الحبيبة، وعلى المستوى الوجداني أنه هناك يعني يرتبط بقطار العمر في محطات مهمة تكون لها ذكريات جميلة جدا، وأيضا تعتبر كأحد الدروس اللي تقدر أنت ترجع عليها ومن ثم تستنبط مسيرة حياتك من جديد، تتعلم منها الدروس وتبدأ أيضا بخلق محطة جديدة توافق ما يدور وتوائم ما يدور وتنطلق انطلاقة جديدة. فمحطة القطار لا دائما احنا وخاصة في أيام الزيارات زيارة الأربعينية دائما ما نحضر إلى محطة القطار للذهاب إلى محافظة كربلاء. ما بعدكم نعم لحد الآن، لأن صراحة الاستقامة للقطار وأيضا هنالك الراحة الأكثر من خلال عدة القطوعات اللي تكون دائما ترافق الزيارات الأربعينية، يكون القطار هو أفضل وسيلة للتنقل. وهنالك أيضا كان لنا تنقل أيضا لمحافظة البصرة وللموصل، دائما ما تكون يعني القطار هو وسيلة جيدة جدا للتأمل، نقدر نقول وسيلة جيدة جدا للسرعة، عامل السرعة وأيضا للحداثة. دائما القطارات موجودة في الدول المتقدمة، وأيضا رسالتنا أضم صوتي لصوت زميلي الدكتور أنه نتأمل أنه يكون هنالك تحديث للقطارات لأيضا مص الزخم اللي يكون حاليا بالوقت الحاضر. فمحطة القطار هي لها تأثير جيد جدا، ودائما ما يسألوني أولادي على هذه المحطة، وأيضا رافقوني أيضا بعدة الزيارات اللي موجودة، فهنالك انطباع جيد جدا على هذه المحطة. إن شاء الله تكون الانطباعات ومحطات العمر كلها جيدة، إحنا هذا اللي نريده. دكتور حكينا شوية عن المحطة والقطار وكذا، فصار لازم شوية أشاكس وأسأل لازم شيء. لأن عميد نبراس لا يورطنا بقطار العمر. لا إحنا نروح ويا قطار من العمر. من الضروري إنه دائما قطار العمر تكوين الإنسان والاعتماد على الأسلوب الفكر التحليلي الصحيح بمعالجة كل ما يدور من أحداث في العمر، وأيضا في عملية تربية الأولاد واختيار الأصدقاء، اختيار أيضا المواضيع المهمة بالعمل. هو مهم جدا أن يكون هناك فكر تحليلي وتحديث للأهداف ومواكبة هذا الموضوع للوصول إلى النجاح. إحنا نسمي الوصول إلى المحطة اللي إحنا بالمناسبة ميكانيكيا هم يصير، لأن لا القطار العمر يرجع للخلف ولا قطار السكة الحديدية. تقدر تستفاد من المحطات اللي أكيد. أنت تقف عندها تقدر تستفاد من الدروس المستنبطة من هذه المحطات، تعطيك التحليل الصحيح اللي تقدر أنت تبني عليه أهدافك بالمحطة التالية. بس يراد لك شارجر تطلع بها للبصرة أسرع. دكتور اليوم موضوع يشغل الشارع العراقي ويشغل خاصة أصحاب الدراجات النارية، هذا الموضوع الشغل الشاغل اليوم. هناك إشكالات كثيرة، نسوي لهم سكة قطار يمشون بها. هو يا ريت والله نسوي لهم، أكو بعض الدول سووا لهم طرق خاصة لهم حتى يعني يمنعون بعض الإشكالات اللي تصير، لأن شوية إحنا لازم نحكي اللي لنا واللي علينا. نعم. أكو البعض من عندهم متهورين بالسياقة، هاي لازم نحكيها. نعم. أما البعض الآخر فملتزمين. فأكو إشكالات كثيرة حول هذا الموضوع خاصة بما يخص التقديم، وحضراتكم يمكن قبل كم يوم طلعتوا همينة قلت إنه أكو تمديد للمدة لتسجيل الدراجات. أيضا المشكلة الأخرى اللي هي مشكلة الجمارك ودخول الدراجات عبر الجمرك، والأصحاب المحال اللي يبيعون أو المعارض اللي يبيعون الدراجات وانتصالهم من إنه هذا الماطور أو هذا الدراجة هي مو دخول عبر الجمرك وكذا. فهذه المشاكل كيف تعالج وشون نوصل لها إلى حل، خاصة أنه شباب كثيرين يعتمدون على الدراجة في وصول إلى عملهم يعني. نعم. ستنا الكريمة، خلي نوضح أولا للمشاهد الكريم عمل مديرية المرور ببساطة. تنظيم حركة السير والمرور، تنظيم عملية تسجيل المركبات. نعم. خلوا خطين جوا كلمة تنظيم عملية تسجيل. احنا ما نسجل السيارة،
من سجل المركبة احنا ننظم عملية التسجيل. تسجيل المركبة، المركبة تعريفها شنو؟ كل آلية تسير بعجلات محاور وبيها محرك سواء غاز أو بنزين أو كهرباء، هاي تعتبر شنو؟ مركبة. إذن الدراجة ذو المحورين يعني التايرين العجلتين، أو الدراجة ذات الثلاث محاور اللي غزت السوق هسه اللي هي التوك توك والستوتة، هاي تعتبر مركبة. نحن في مديرية المرور ننظم تسجيل المركبات. التسجيل الابتدائي والأولي يكون في الهيئة العامة للجمارك، يعني بالجمرك، من تستورد المركبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ينطوه كتاب تسجيل، يجي للمرور العامة، المرور تبدي تنظم عملية التسجيل وتمنحها بطاقة التسجيل، احنا اللي نصيح لها السنوية. نعم، هذا واحد، هذا اللغط اللي دي يصير. نعم. العملية الثالثة اللي تقوم بها مديرية المرور هو منح إجازة قيادة المركبات بكل تفاصيلها ضمن الأعمار المحددة بالقانون. الدراجة 16 من أكمل 16 سنة يحصل على شهادة، على إجازة قيادة الدراجة. من دخل 18 على السيارة الخصوصية. إذن التسجيل الابتدائي وين يصير؟ يصير بالجمارك. دخلت إلى البلد ومع الأسف كم هائل من الدراجات على ثلاث أنواع. النوع الأول هي استوردت من 2003 إلى 2010، استوردت دراجات بكثافة وغزارة، استوردت كلعبة أطفال، ولعبة الأطفال ممنوع عليها تطلع وين؟ بالشارع الرئيسي. الرئيسي فقط بالمنطقة اللي حددها قانون المرور بحجم المحرك 40 سي سي فما دون. هاي لعبة الأطفال احنا ما ننظم عملية تسجيلها. فأكو قرار انه تسجل، تنظم بالقطع الماسكة للأرض والمجالس المحلية، يعني الحكومات المحلية. يعني خلنا نفرض هسه احنا قاعدين بمنطقة العلاوي، المجلس المحلي بالعلاوي شقد اكو سكنت على منطقة العلاوي عندهم دراجات، يروح ياخذ المستمسكات للمجلس البلدي وينظموا له اضباره وينطوه كارت يثبت انه هو من سكنة المنطقة على مدمن يتجول ما يتعرض للمساءلة القانونية. الشيء الثاني هو الدراجات اللي اكثر من 40 سي سي حجم المحرك، هم تنقسم قسمين، اللي بيها أوراق جاية رسمية من الجمرك فهاي تسجل في دوائر المرور يعني طبيعيا. طبيعي. قسم من هاي الدراجات مع الأسف استوردت إلى العراق كأدوات احتياطية. استوردوا السكان واحد واللايت واحد والتاير واحد والمحرك أدوات. واحد أدوات. أدوات جابوها لهنا، ركبوها نزلوها بالشارع واشتراها أصبحت المقروض. أصبحت دراجة طبيعية تسير في الشارع بدون لوحات، بدون أوراق ثبوتية. لذلك قانون المروري إذا مديرية المرور ألقت القبض على هذه الدراجات اللي ما بها أوراق، اللي أعلننا أنه نسجلها ونسوي حتى يكون الشيء أصولي، قانوني. لا سامح الله إذا كثرت الجريمة أو صار فشي بالشارع، اليوم منو يأخذ الحق؟ نعم. إذا هذه ما مسجلة فهاي ما تسجل، أي وحدة يلقى القبض عليها تحول إلى مراكز الشرطة وتقام عليها دعاوى. هاي الدعاوى جمركية تحال إلى الجمرك وتصادر. زين، عذرا على المقاطعة دكتور، اللي يروحون على المعارض ويقولوا لهم نريد اوراق كذا وتطلع كلك، اكو فد صيغه قانونيه يقدر يشتكي؟ يقدر يشتكي بالقانون. نصب واحتيال. نصب واحتيال يقدر يشتكي بالقانون على اللي يباع على الدراجه. اما المرور فما عندها اي. احنا المرور ستنا الكريمه، احنا المرور نعمل بقانون. هسه انا شلون انطوني هويه احوال مدنيه او بطاقه موحده غير اكو اثباتات؟ نعم. الدراجه
وقسم من المركبات الغير نظامية اللي دخلت للعراق. طبعاً إحنا أكو عندنا حلول لهذا الموضوع. إيه هو أريد أعرف الحل. هيئة الرأي في مديرية المرور العامة بتوجيه من السيد وزير الداخلية المحترم وإشراف مباشر من السيد مدير المرور اتفقنا أنه بعد تسجيل الدراجات نشوف حركة الدراجات أكو احتمال أنه نفاتح جهات ذات العلاقة، هل بالإمكان أنه نضع حل لترقيم هذه الدراجات اعتبارها خلينا نقول بالمصطلح العامي حدايد مثل السيارات الحدايد اللي احنا نقول دخلت إلى العراق بصورة غير قانونية وأصبحت واقع حال، وبالتالي الوضع الأمني لابد أن تنظم هذه المركبات سواء كانت دراجات أو سيارات وفق القانون. ففتحنا بالاتفاق مع الجمارك وسجلنا هاي المركبات، احتمال يصار إلى موافقات من الجهات ذات العلاقة، الجهات العليا، مخاطبة رئاسة الوزراء عن طريق وزارة الداخلية بفتح مجال تسجيلهن من الجمارك وتنظيم عملية تسجيلهن في مديرية المرور. لكن هذا شنو ايش راح يصير حسب اعتقادي؟ انه لازم ترجع الدراجة وصاحب الدراجة اللي وين يروح؟ يروح للجمارك ترسم تسجل. مرة أخرى جمركيا يلا تسجل، لأن هذا مأساة وخاصة للفقير. نرجع لمواضيع أخرى دكتور، لكن خليني أرجع لسيادة العميد. موضوع الشائعة ووجودها حتى إحنا كحياة شخصية هسه، بغض النظر عن بلد، بغض النظر عن أمور أمنية، اليوم الشائعة ممكن تهدم بيت، ممكن تهدم بلد، وياما وياما بلدان بسبب شائعة صارت عندها حروب وصارت عندها أمور كثيرة وخسرت أرواح كثيرة. دوركم في هذا المجال اللي هو نوعا ما يعتبر حرب أخرى، وحرب شرسة، لأنه معظم الأعداء يستخدمون الشائعة من ضمن الأسلحة اللي يستخدموها في الحروب. دوركم في نبذ الإشاعة ورفض الإشاعة و يعني رصد الإشاعة شون؟ نعم، في مقدمة أنه احترافية وزارة الداخلية بتشخيص كافة الأمراض المجتمعية داخل المجتمع التي تؤدي إلى حدوث الجرائم، وضمن أولى واجبات وزارة الداخلية هي الوقاية من الجريمة. نعم. فحسب توجيهات السيد معالي الوزير الداخلية المحترم وبإشراف مباشر من قبل اللواء الدكتور سعد معن المحترم، أنشئ قسم محاربة الشائعات سنة 2014 أبان الهجمة الضلالية لجردان داعش، وكان لهم الدور الكبير في عملية رصد الشائعات التي تطلق آنذاك ومعالجتها فوريا، وكان لهم أيضا البصمة الواضحة في طرد فلول داعش. أبان يعني بعد طرد فلول داعش هنالك أصبحت واجبة أن يعني تتوسع مهام هذا القسم لتشمل محاربة جميع الشائعات التي تصدر، وخصوصا أن الشائعة هي أخطر سلاح نفسي موجود يؤدي إلى زرع البلبلة وأيضا الخوف واتخاذ القرار الخاطئ في الظروف الصعبة. فهنالك أيضا مثل ما وضحت جنابك هنالك دول تستخدم هذا، وكان لها تاريخ كبير نذكر من ضمنها كان وزير الدعاية الألماني غوبلز، كان صاحب مقولة كذب 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 حتى يصدقك الجميع، كان أيضا له تأثير كبير، ونقدر نقول نسبة 60% من الانتصارات اللي تحققوها الاعتماد على الأخبار المضللة والشائعات. لا حتى هنالك عذرا على المقاطعة، يعني احنا فقدنا أرواح كثيرة بسبب الشائعة اللي فعلا من ضمنها في جسر الأئمة، نعم في الحادثة يعني المشؤومة اللي ارتبطت الشائعات بهذا الموضوع. مواقع التواصل الاجتماعي يعني كثرة الشائعات هي تقوم على أمرين مهمين، وهي الأهمية والغموض. الأهمية الخصبة، نعم الأهمية هي اهتمام الناس بالحدث الذي يقع أو في ما يقع هذا الحدث أو قرب حلول هذا الحدث، وأيضا العامل الآخر وهو الغموض، عدم وجود تصريح، وأيضا هنالك تداول كبير للأخبار المضللة. كل هذه السببين تؤدي إلى انتشار الشائعة بصورة كبيرة جدا. عذرا عن المقاطعة، يعني خليني أقاطعك لين الموضوع مهم، أنا آسفة يعني أريدك تسترسل بالكلام. في بعض الأحيان هل
يعني يقع العاتق على الوزارة بصفحاتها تكون يعني تحس انه الصفحات الاشخاص اللي هم بالسوشيال ميديا اللي ينشرون الاشاعات تحسها توصل الاشاعه اكثر مما نفي. راح اوضح لك هذا الموضوع. وضحت هذا السببين. القسم دا يعمل قسم محاربة الاشاعات التابع لإدارة العلاقات والاعلام دا يعمل على هذا الموضوع. اي اهميه تقوم او قرب حدوث هذه الاهميه يكون هنالك خطط استباقية تجري من قبل قسم محاربة الشائعات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الأخبار بخصوص هذا الحدث. نعم. مثل ما كان في جائحة كورونا مثلا كان لنا الأثر الكبير وعمل لجان مشتركة مع وزارة الصحة للتثقيف والتوعية بخصوص أنه عدم تداول الأخبار المضللة والتوجه إلى المراكز الصحية لغرض أخذ العلاج. مثلا تأتي أيام الامتحانات اللي بالأيام القليلة فعلاً. القادمة نقوم بالتنسيق بعمليات استباقية مع وزارة التربية. هي مؤدلجة الإشاعات؟ نعم مؤدلجة. يعني إلها وقت. أنا إذا تسمحي لي بالاسترسال راح أوضح لك الأمور كيفية تكوين الشائعات. فإحنا نقوم بهذا الموضوع من عملية أنه تصدي لجانب الأهمية اللي هو أحد أسس اللي موجودة اللي تقوم عليه الشائعات. نعم. الجانب الآخر هنالك لدينا رصد في إدارة العلاقات والإعلام ولدينا رصد وبأشخاص مدربين فنيا بكل ما يدور ويصعد في نقدر بالمفهوم الدارج اللي ما يسمى الترند يتم شغل الرأي العام. نقوم بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة لغرض التوضيح ووأد الشائعة. عامل السرعة هو جانب جدا مهم ولغرض أنه تقويض هذه الحالة في تحليل أنه كيفية الانجرار مع وراء الأخبار المضللة. دائما النفس البشرية ما تميل إلى كل ما يوائم أهواءها من حيث أنه تتولد لديها قناعة لهذا الحدث. فأنت من الصعوبة أنه تقدر أنه تخلي انتباهها نقول هذا الحدث هو حدث خبر مضلل يعني تكون داير مدار خبر مضلل وأيضا توضح لهذا الأسباب. ولكن في قرارة نفس المتلقي يكون هنالك صراع بين أنه يكون لديه انحيازية لما يتلائم مع قناعته. فإحنا دائما عامل التوعية دا نشتغل على هذا الموضوع عامل جدا مهم في التوعية في كيفية التداول مع الأخبار وأيضا الاتخاذ في جانب أنه التبين وأيضا التفكير المنطقي لكل خبر ما يدور. وهنالك أيضا لقينا استجابة كبيرة يعني حتى أنه التبين المذكور في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. فالتبين هو جزء جدا مهم. إحنا دا نعمل دائما السوشيال ميديا والمواقع اللي موجودة جنابك يجب أن يكون هنالك توجيه لكل مستخدمي المواقع وأيضا هنالك هل هناك عقوبة لمن ينشر الشائعات؟ نعم هنالك عقوبة في قانون العقوبات العراقي ولكن المواطن هو السبب الأول في عملية تقويض هذه الشائعة من خلال رفع الذائقة الثقافية والذائقة في العالم السيبراني وايضا التوجه الى واستسقاء المصادر الصفحات الرئيسيه الصحيحه لي. نعم هنالك ايضا عامل جدا مهم. احنا دا نعمل حتى دا نستخدم الاعلام دا نستخدم المواقع الصحيحه واللي لها اثر في الراي العام انه دا نوجه لهم رساله. دائما هسه اللي ما يذكر في عنصر الترند هو كل ما يشغل الناس. عمليه التجاوب وعمليه نقدر نقول التنسيق وعمليه طرح المواضيع يجب أن تكون ملائمة ويا احتياجات الناس. دائما المثقف حاليا هسه هو الذي يذهب إلى المواطن والمواطن هو الذي يلقى عند المثقف لكل جواب لكل سؤال داخل النفس البشرية. فدائما إحنا ما نبعث وهناك صفحات صديقة وصفحات تعمل مع قسم محاربة الشائعات على تثقيف المواطنين في كيفية استسقاء الأخبار وكيفية التعامل مع الشائعات. دائما ما ندعو كل الأخوة من وسائل الإعلام من مدونين إلى تثقيف المجتمع بالصورة الصحيحة مثل ما تعرفين ولا تنشر خبر قبل لا تتأكد منه. الكوبي بس ثقافة الكوبي بس هي ثقافة مرفوضة لأن أنت راح تصير في موضع أنه تلغي العقل البشري. نعم. تلغي العقل التحليلي وتصبح آلة مجرد أنه كوبي بس ناقلة وناقلة وتؤثر
في الرأي العام وتؤثر في اتخاذ القرارات من بعض الأخوة المدونين، ويكون هنالك للشايعة للكذب هو يتغلب عن الحقيقة. احنا نريد انه المواطن الاستخدام الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، وايضا هنالك التوجه الى قسم محاربة الاشاعات الى وزارة الداخلية، لان مثل ما يعرف ضيفك الكريم اللي كان هو احد المؤسسين لهذا القسم، هو هذا القسم هو الوحيد في الدولة العراقية الذي الرسمي الذي يعنى بمحاربة الشائعات. دائما مواقع التواصل الاجتماعي في مفردة ورسالة نوجهها لكل الأخوة وخاصة فئة الشباب، يجب أن يكون هنالك التعامل الصحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بدت ستنا الكريمة هنالك تصدع في العائلات في العلاقة الأسرية داخل الأسرة، هنالك تصدع في المجتمع، هنالك تصدع في استقبال الطرف الآخر، تجد أنه الحالة السلبية موجودة، كثرة الطلاقات، كثرة جرائم الإلكترونية من ضمنها الابتزاز الإلكتروني، ابتعدنا عن الحياة الصحيحة. يعني دائما احنا ما نتداول ويا كل الأخوة أصدقائنا بعض المعالم داخل بغداد، بعضهم حتى ما ينتبه لها، لان نقدر نقول بالوظيفه ملتهي بالمواقع التواصل حتى في الشارع، وهي مشكله ايضا يعاني من عندها يمكن رجال المرور انه بالسياقه ملتهي في بعض في اجهزه الهاتف، بعض المعالم حتى تكون خفيه عن المستخدم بسبب انشغاله والادمان على مواقع التواصل الاجتماعي. راح تروح عندنا الحياه تنطفي، وتكون هنالك ايضا بعض الاوقات اللي تروح من حياتنا في سببها هو الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما ما ندرب الناس عن ترك فتره جيده للتامل للعائله. يعني هسه بالوقت الحاضر يمكن فقط ايام رمضان او باقي الايام ما موجوده انه صينيه تلم، ما موجودة أنه دائما أفراد الأسرة، وإحنا نوجههم دائما من خلال برنامجكم للعوائل، كل فرد بالعائلة بالوقت الحاضر خالق له فد جو افتراضي، فد عالم افتراضي بعيد عن العالم الجو العائلي. هذا يسبب لنا واهتمينا به توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم، اهتمينا به لأنه يولد لنا عدة جرائم، جرائم الانتحار حاليا في كثرة، جرائم الطلاق، يعني حتى في العلاقة الزوجية تجد الزوج مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي والزوجة كذلك، الطالب والطالبة، الشاب والشابة، يعني خالق لفد عالم افتراضي بعيد عن الجو الأسري، بعيد عن الحياة الطبيعية الاعتيادية، سواء كان رياضة سواء كان فد هواية يقدر أنه يمارسها. تجد أنه حاليا الثقافة عند الشباب وخصوصا دون سن 25 منخفضة إلى درجة، يعني أكثر، يعني إحنا نروح نسوي في كليات والمعاهد في تجربة انه نوجهها الى احد الطلاب انه يقوم انه يحكي لنا فد موضوع يسترسل به، ما موجود عنده مكنون ثقافي يقدر انه يسترسل بالكلام. وجدنا انه قلنا لهم يا با هذا اكبر خطا، انتم هذا الجيل احنا راح نسلمكم الرايه، احنا نصبوا الى جيل يبني بلد، جيل يحافظ على العادات والتقاليد العراقيه الاصيله، يتكلم بمفهوم عربي عراقي اصيل، يستند على بعض القواعد الدينية والقواعد الأخلاقية. هاي راح تقلل لنا أنه الجرائم، راح تعطينا أنه ذائقة جيدة جدا، راح تولد لنا طاقات شبابية جيدة نقدر إحنا نستفاد. ليش إحنا دائما موجودة عندنا الطاقات الشبابية؟ نجد أن المحتوى الهابط مع الأسف أنه راح بسبب هذا الموضوع، والمحتوى الهابط والمحتوى الرصين، إحنا حتى ما نريد ناخذ الوقت الضيف، يراد له وقفة جادة، لأن إحنا هم مشكورين وزارة الداخلية حاليا، يعني بدينا نلمس هذا الأثر. رسالتنا العلاج الفعال الأوحد إضافة لما نقوم به كوزارة الداخلية على المستوى الشرطوي وعلى المستوى التثقيفي هو الثقافة، رفع الذائقة للمواطن في العالم السيبراني، وخلق سياسة فكر وتبين وتمحص. وصلت الفكرة سيادة العميد، بس أنا خليني شوية أريحكم، نروح إلى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل، ومتواصلين بهذه الحلقة الرمضانية وهذه الأجواء الجميلة مع ضيوفي الأكارم. خليني أرجع وياك دكتور
احنا عادة يعني مع احترامي لكل مفاصل الداخلية، لكن شرطي المرور هو الأقرب للمواطن. قبل حتى من نقول يعني احنا كأطفال كنا يقول من تريد شيء تروح تسأل عمو شرطة المرور، صح لو لا؟ فمدى العلاقة العلاقة الجميلة ما بين المواطن والمرور صراحة هذا راح يقودني إلى سؤال، يعني بدأ يختفي حاليا، منو السبب؟ هل هو شرطة المرور نفسه؟ هل هو المواطن وعدم وعيه وثقافته؟ اليوم اكو حالة يعني انتشرت بالسوشيال ميديا، هذه الامرأة اللي اعتدت على شرطة المرور اثناء الواجب، ويعني صار بها كثير من اللغط. اليوم نريد نفهمها منك وبحيثياتها. شكرا جزيلا لجنابك الكريم. زميلي وصديقي واخوي العزيز ابو فهد اشار الى، أنا خاف غلطت قلت أبو فهد يطلع هذا بارك فيه هنا سيف أبو فهد زين. أشار إلى نقطة إحنا اشتغلنا عليها في وزارة الداخلية وبكل المفاصل، طبعا حقيقة أساس هاي الفكرة اللي أسسها وانوجدت في وزارة الداخلية هو اللواء الدكتور سعد معن. نعم هي مرحلة تحياتنا إلى ذكرناه اليوم فنوجه له تحية. نعم تحياتنا إلى أخونا العزيز ومعلمنا. الثقافة كل المفاصل اللي نعمل بيها مع المواطن سببها الثقافة. قبل وإحنا ما نريد نقارن دائما نقول قبل قبل قبل، لا أكو أمور بعد صارت أفضل من قبل، لكن نرجع إلى شيء اسمه الثقافة. قبل الثقافة كانت تسقى للطفل بالمدرسة، أحمر قف أخضر عبور، كنا نحب شرطة المرور، هاي كانت فعلاً بالقراءة فعلاً. كان أكو في التصوير لشرطة المرور أنه هو قدوة. كان أكو تلاحم بين المجتمع لسبب، أولاً السيارات قليلة فعلاً، كان الطفل يروح للمدرسة ماشي، هسه ماكو طفل يروح للمدرسة ماشي، هسه خط يجيبه من الباب ويوديه للباب. فشرطة المرور كان شنو واجبه وشلون صارت العلاقة بينه؟ يعبرهم، يوقف وياهم، يسولف وياهم، صارت علاقة قوية. اليوم بكثافة المركبات وقلة الشارع، يعني الطاقة الاستيعابية للشارع 250 ألف مركبة في بغداد، لحنا نحكي عن محافظة بغداد، الطاقة الاستيعابية تستوعب 250 ألف سيارة مركبة، اليوم عندنا 4 مليون. يعني شلون هذا الجلاس ونجيب بي هذا الباقة الورد ونريد نطبقها بالجلاس ما ترحم. لذلك شرطة المرور اليوم بكثافة المركبات وقلة وعي قسم من المواطنين، لا والله مو بس المواطنين، احنا اليوم حتى اكو هجمة سياسية، يعني هسه احنا ما نريد ندخل بالسياسة لان خاف يدوسنا القطار السياسي. احنا اليوم هاي الثقافة للمجتمع، يعني انا ما ادافع عن رجل المرور لكن لا احكي في الموضوع، رجل المرور يتعامل يوميا مع الاف المواطنين. نعم هو واقف من 6 الصبح للثنتين، كم مواطن يسأله؟ كم مواطن يدق له هورن؟ كم مواطن يتجاوز عليه بالكلام؟ كم مواطن ما يلتزم؟ كم 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 كم؟ كلها هاي منو ينفذها؟ ينفذها المواطن. كلها هاي ما تتذكر. اعتداء على رجل المرور بالكلام او في بعض الاحيان يوصل الى الضرب، في بعض الاحيان يتقصد قسم من سائقي المركبات، يطخه بالسياره، يقلبه، يكسره، يكسر رجليه، هاي ما حد يذكرها. نعم اليوم قاعدين قعود لابو المرور، اذا صاح على مواطن تنقلب الدنيا. خوش يعني الاعتداءات على رجال المرور لا تذكر بمواقع التواصل وبوسائل هذا الاعلام، هذا الموضوع والعكس صحيح. يعني شوفي هسه رجل المرور ماكو دائره وماكو موظف، مع احتراماتي لكل الدوائر، واقف بنص التقاطع بالبرد بالحر بالحر صح صح تراب فعلا. حتى اعمال النظافه هم يشاركوا ويا اعمال النظافه، عجاج تراب مطر الزخ، الهنان المي وهو واقف
بالميدا ينظم السير، هذه مثل ذكر. مجرد شرط المرور إذا أراد يطبق النظام تنقلب الدنيا. مع الأسف نعيب في بعض الأحيان على المحسوبين بالإعلام، ياهو لزم الموقع وصار إعلامي وقام يصيح لي بمواقع التواصل، قصوا لي وصل، الله لا يوفقهم. أنت لا تطبق مخالفة ما يقصوا لك وصل. صح. والله لو يطلع يصور تحجج علي يا أبو المرور، وثق لي دخل على موقعي الشخصي وعلى موقع المديرية وما أدري من حصل تليفوني ودخل لي على الواتساب. اعتدوا علي وسبوني وحكالي كليشة نص ساعة يسولف. قلت له بعيوني تدلل وتأمر، وثق لي الحالة الاعتداء عليك وأني أتصرف ويا رجل المرور اللي تجاوز عليك وفق الضوابط والقوانين. أكيد هي يعني أشياء ممكن شخصية ما تنذكر. نعم. للكل عندنا أصبحت وحدة من القضايا اللي أصبحت رأي عام. اي هو احنا لازم نذكر. جينا بحثنا اثنين، احنا صح يعني لابسين اثنين ثلاثة همين يعيبون على ستنا الكريمة المرور. احنا صحيح لابسين لبس المرور، لكن احنا رجال أمن عندنا داخلين بمجال التحقيق. وبالمناسبة مع احتراماتي لكل مفاصل وزارة الداخلية، نعم، الجهاز الوحيد اللي انطته الدولة سلطة قانونية هو المرور. نعم. هسه أي قسم أي دائرة بالوزارة منه يقدر يفرض ما عدا القاضي غرامة أو مخالفة أو عقوبة على أي شخص بالشارع؟ ما يقدر، فقط رجل المرور. إذن قانون المرور وزارة الداخلية بها دائرتين، بها قانون الأحوال المدنية والجنسية والمرور. نعم. نرجع إلى الاعتداء مع أختنا اللي اعتدت على ضابط المرور. طبعا من هل فعلا هو اعتدى عليها؟ لازم لا ما اعتدى عليها. والسيد وزير الداخلية المحترم أخونا الكبير ومعلمنا حياتنا إليه ورمضان كريم عليه أكيد. أرسل على الضابط. فسيد مدير المرور العام وأنا شخصيا أمام السيد معالي وزير الداخلية ووضح الأخ الملازم ملازم مصطفى الحالة أمام السيد وزير الداخلية. أولا الأخت ما كانت موجودة بالسيارة، هذا واحد. السيارة مخالفة وواقفة صف ثاني شارع الربيعي أمام الجامع. جاي رجل المرور قايل له بلا زحمة عليك سيارتك صف ثاني حرك السيارة. كانت واضحة قال له أنا ما أطلع ما أوخر، وش تريد تسوي سوي. يعني تبدي هاي الكلمات باستفزاز رجل المرور اللي يجب عليه إنه يسهل حركة السير المرور. أنا شلون أسهلها إذا عندي سايدين مغلقات يبقى بس سايد واحد؟ لأن إحنا شوارعنا كلها هي ثلاث مسارات ثلاث مرات. إذا انغلقت اثنين تمشي العالم واحد. المهم فش مسوي الرجل؟ لازم الدفتر ما محاكي. قال ما تطلع؟ قال لا. قال أوكي راجع مسجل دا يسجل بالرقم طالعة ما أدري مين هي، كانت محل بدائرة مول. نعم. يعني ما يعرف الضابط يقول أنا ما شفتها. شفتها مباشرة جتي تتهجم علي وأخذت الدفتر مني وعقشت من الوصل. من السائق هي لو الرجل اللي كان وياها؟ لا الرجل مو قلت لك هي ما صعد بالسيارة. وهو دا يفرض غرامة على الشخص سائق السيارة. السائق. هي جاية من خلف السيارة ما أعلم كانت بمحال كانت بهذا. مباشرة صياح وتجاوز ولازم الدفتر مال الوصولات ويدري أخوي العزيز عميد نبراس إذا يمزق الوصل يتعاقب قرار يعني. هذا قرار حكم حالة حال المسدس ليضيع من. نعم. الضابط صحيح. ف حقيقة شايلة طابوقة هذا شفناه بالفيديو ومعتدي على الضابط. وبكل هذا الاعتداء الضابط صحيح تكلم بحرقة مثل ما نقول وكان اكو تصوير جدا واضح للحالة لتوثيق الاعتداء وليس للتشهير. اليوم رجال المرور يتعرضون ومع الأسف إلى هجمات بمواقع التواصل الاجتماعي لأن احنا قسم من المجتمع، خلينا نقول 5% ما نريد
نقول أكثر. ما أعرف ما يريد يلتزم بالقانون، يعني يريد يضرب الترافيك لايت بكيفه ويطبق بكيفه ويشغل بكيفه ويمشي بكيفه ويزعج الناس بكيفه ويشغل الصالون صوت دوخ العالم. هو ما يريد يمشي بالقانون. ليش؟ ما تعرفين. بينما بس يعبر محافظة كركوك شلون يصير؟ يصير ناعم ويخبل. يعني لازم ارجع للموضوع، شنو صار بالموضوع؟ الرجل احنا عندنا طبعا تعاون، يدري اخويا عميد نمراس، عندنا جهاز لاسلكي، نادى بالجهاز اللاسلكي على جهاز واحد النجدة اللي هو جهاز شرطة النجدة، مباشرة اقرب دورية استجابوا لطلبه جوي، اخذوا المشتكي والمشتكي منه لوين؟ عذرا لمركز الشرطة للتحقيق. صار تحقيق، صارت اوراق تحقيقية رفعت الى السيد قاضي التحقيق، وبالتالي قرر قاضي التحقيق يوقفها وبعدها تخرج بكفالة، وخرجت بكفالة. بس الكفالة مو معناها نهاية القضية، إذا أكو اليوم قضية مفتوحة تبقى بعد الإجراءات القانونية سارية المفعول. فإحنا من خلال برنامجكم وقناتكم الكريمة ندعو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين أولاً التحلي بالصبر. اليوم الاعتداء على رجل المرور يعني اعتداء على هيبة الدولة. فلا. يعني مع احتراماتي لكل مدراء المرور، لو يعرف المواطن هسه إذا نصدر أمر لرجال المرور نقولهم انسحبوا من التقاطعات ساعة واحدة. يصير فوضى. شي يصير؟ فوضى. بالمناسبة بعد 2003 وبعد حربنا على داعش الإرهابي وطردهم، المناطق اللي اشتركنا بيها بالتحرير أنا وجنابك أول ما نزلوا بالشارع منه رجال المرور حتى يطمنون يمثل هيبة الدولة، يمثل هيبة الدولة، يطمن الناس وجوده، يطمن الناس. الشغلة الأخرى ثقافة الشعوب تقاس من التزامها بالقانون المروري. أنت هسه روحي لأي دولة أول ما تباعين على ما تباعين فعلا على التزام الناس بيمن بالقانون بالسير. ليش هسه احنا نوبات نقول والله النظام المروري بمحافظاتنا الشماليه راقي؟ ليش؟ هو نفس التزام المواطن، هو نفس شرطي المرور، التزام الطوعي. هنا شرطي مرور وهنا شرطي مرور، وهنا قانون وهنا قانون، وهنا غرامه وهنا غرامه، لكن اكو فرق بالتزام المواطن، فرق بالتزام المواطن. ليش؟ توعية طوعية، توعية ذاتية، ثقافة مجتمعية، هاي ترجع إلى تفاوت على تربيته وثقافته. نعم. بعد يعني أشكرك على على يعني إيضاح هذا الموضوع، لأن صار بي لغط ويمكن حتى إشاعات بوسائل التواصل الاجتماعي بعد. بس أنا أريد أخرجكم من هذا المود، فخليني أسألك سؤال يعني بالكواليس سألته فأحب أسمع من عندك اليوم، وهذه الضحكة يعني أنا أعرف شنو سببها. نعم. بس خلي الناس تعرفها. إحنا قبل الأطفال أول ما يسأل شو تريد تصير من تكبر، شو تريد تصير، أكو اللي يقول أريد مهندس، أريد دكتور، أريد بول، وأكو اللي يقولون أنا أريد أصير ضابط. هل كان في يعني في طفولتك هذا الحلم أنه تكون في السلك العسكري وتوصل إلى ما أنت عليه؟ سؤال جدا جميل. بالحقيقة شوفي دائما يعني من أسباب نجاح الإنسان هو خلق هدف منذ نعومة أطفاله. يعني دائما إحنا ما يصير عمليات التوعية في المدارس الابتدائية وفي المدارس المتوسطة وحتى في الكليات، إنه يجب أن يكون هنالك هدف للإنسان أو الشاب حتى يرسم خطة للوصول إلى هذا الهدف، يبذل جميع ما يستطيع إنه، لأن حياة الفوضى هي ما توصل إلى نتيجة بالمجمل. أنا كنت أنه نجي إلى حياتي الشخصية، كنت راسم هدف أنه أصير عسكري وخصوصاً ضابط. أنا أيضاً والدي عسكري، فكان هدفه أنه أصير عسكري، وتولدت عندنا دائماً تعرفين ويعرف الأخ الدكتور زياد بالعمليات النفسية أيضاً، وأيضاً الأخوة المشاهدين، دائماً الإنسان يتأثر بالمحيط، دائر مدائرة. نعم. في المحيط. نعم. وخاصة في أجواء الأسرة ويتأثر بالقدوة الأساسية اللي هو الأب.
تأثرنا بعملية العسكرة ووجدنا أنه الحياة منظمة وأيضا تعطي تهذيب تهذيب, يعني تهذيب للنفس وتعطي هيبة وتعطي قرارات صارمة وتعطي توصلك للنجاح بسهولة. فطبعنا بالطابع العسكري ثابرنا. بالحقيقة أنا بالسادس إعدادي والدي توفى في بداية السنة. يرحم والديك يرحم والديكم. أعطاني إصرار على أنه توصل على أنه أوصل للمبتغى. تركت كل ملذات الحياة يعني مثل ما يقول الطبة تعرفين الشاب أنه يميل للهو واللعب. في مرحلة الامتحانات يعني كان قبل مفهوم أنه نزين صفر حتى ما نطلع أكو يعني ضابط نفسي أنه ما تطلع يعطيك أنه حتى الثابر. درست ولله الحمد أنه حصلت على نتيجة جيدة جدا. صار التقديم على كلية الشرطة والكلية العسكرية. قدمت على اثنينات. هي هاي القصة اللي أريد أسمعها. قدمت على اثنينات. صارت مال كلية الشرطة. جبت درجات جيدة جدا من الناحية البدنية والناحية الفكرية. وصلنا إلى مرحلة المقابلة. هي مرحلة مفصلية يدري دكتور زياد إنه مفصلية. أما أكون أو لا لا بالضبط. فكانت يعني مجموعة من الضباط جالسين. أكو كان من ضمن ولحد الآن موجودة إنه عمليات إنه الفرز سبار. سواء كان على المستوى الفيزيائي للجسم وأيضا للذاكرة والذكاء من ضمنها إنه المنطوق نطق حرف الراء. كان هناك أيضا في قاعدة موجودة أمر أمير الأمراء حفر بئر في الصحراء كثرة الراءات حتى لا يكون هنالك التدريب وهو مصاب بأنه إدغام أو ما شابه ذلك. فوجه له السؤال أنا رأسا قلت له في صوت عالي جدا وفي وقفة عسكرية كنت أيضا أتدرب لها. قلت له أمر أمير الأمراء حفر بئر في الصحراء. فتكلم وياي ايضا رئيس اللجنه قال انا قلت لك فقط هذه الجمله. انت زيدت والزياده كان نقصان اذا انت ما مقبول مرفوض. يعني بالحقيقه يعني انسان استوقفتني شلون القطار في هذه المحطه حست لمعت عينك تتذكر بالضبط الموقف. بالضبط. وصار عندي فد شعور وفد يعني حاله نفسيه جدا مستاء. فسالني قلت له والله كانت امنيه والدي وانا كنت متدرب وجاي بكل وجداني وهذا حتى اولا اكون وثانيا اقدر اخدم بلدي. قال لي ابني توكل انت واليوم شفناك في هذا وانا طلعت يعني هناك وحضرت للامانه بشيء غير شعوري. حضرت حتى الامور اللوجستيه لطالب كليه الشرطه. فكان انطلاقه جيده جدا بالحقيقه. خلال المسيره ايضا ولحد وصلت الى مرتبه عميد. عندي ثوابت ومبادئ ابدا ما متعلمها من الوالد لا مغروسه ابدا ما تغاضيت عنها وابدا ما يعني اهتزت عندي قيد شعره من ناحيه النزاهه. ويدري ايضا الدكتور في نفس الموضوع من ناحيه النزاهه من ناحيه تاديه الواجب بشكل صحيح ومن ناحيه اخرى ومهمه جدا وانا اقولها دائما للطلاب واقولها لاولادي واقولها لكل شاب دا يستمع. خلي سقف المطالب مالتك عالي. لا تتوقف عند محطة أنه صرت بوظيفة. هذب من نفسك طور من نفسك حتى توصل إلى المستوى يعني قمة النجاح هو من السهولة الوصول إليه. وإن كان يعني محاط بصعوبات ولكن الصعوبة كيفية المحافظة على النجاح الهدف واستمرارية النجاح. فهاي المحطة كانت مؤثرة جدا ولله الحمد يعني قدرنا نخلق انطباع جيد جدا لدى اصدقائي لدى مدراءنا. احنا شكرا لرئيس اللجنه انه هسه جالس امامنا عميد. واشكر يعني عائلتي واشكر والدتي الله يعطيها العمر والصحه واخواني وكنا متربين على نفس التربيه. ان شاء الله. واوجه الشكر الى والدي في قبره ونقول له يعني شن ادي وهذا اللي يعني نتمنى انه يكون راضي لان أدينا الرسالة اللي هو كان يريد. إن شاء الله يا رب يكون راضي عنك وتكمل مسيرتك في السلك العسكري. أنا يعني جدا سعيدة بوجودكم اليوم وياي رغم أنه الحديث كلش يعني الوقت يعني أدركنا وحبيت أنه أكمل وياكم بعض الأسئلة اللي تدور بذهن المشاهد وذهني أيضا لكن الوقت يعني أدركنا. شكرا لوجودكم مرة أخرى ورمضان كريم عليكم وعيد مبارك. شكرا. في رسالة أخيرة من رخصة زميلي دكتور زياد.
يعني وصلها للجمهور بشكل عام. نعم. انه تطرق الدكتور على موضوع جدا مهم وموضوع القانون. ولله الحمد وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد معالي وزير الداخلية المحترم وكل ضباط وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون. نعم. وهنالك تعاون كبير من قبل مجلس القضاء الأعلى مشكورا بهذا الموضوع لرفض وايضا تجديد العقوبات اللي ترفعها بتقارير من قبل وزارة الداخلية حتى أن يكون هنالك ضبط للإيقاع المجتمعي. ونوجه رسالة لكل الأخوة المواطنين، التزامك بالقوانين هو دليل وعيك على وعيك ودليل أنه على المحافظة على حياتك. كل أوامر صدرت من وزارة الداخلية سواء كان من مديرية المرور في لبس الحزام الأمان، لأن هناك كثير من الحوادث تؤدي بحياتهم. إحنا كل مواطن عندنا هو هدفنا أنه المحافظة على حياته والمحافظة على أولادنا وعلى سير القانون بصورة صحيحة. فرسالتنا من وزارة الداخلية سوف نضرب بيد من حديد حسب توجيهات المعالي. إن شاء الله يا رب تكونون قد هذه المسؤولية وإن شاء الله نشوفها على أرض الواقع. شكرا جزيلا لكم. شكرا. لا تتصل حتى تصل، خليها ببالك إن شاء الله. مشاهدينا أكيد محطاتنا مستمرة وياكم، انتظرونا يوم غد بمحطة أخرى. إلى اللقاء.